السلام عليكم مشاهدي الكرام. هنا عندي اشياء بسيطه موجوده الحمد لله، عندي خيوط الكهرباء، عندي هنا خناشي ديال الخيش ديال الحبوب او الدقيق، نحيدوا لي هاد الخياطه. كتشوفوا في الفيديو نحيدوا هاد الخيطة او اشرطة. اللون على هاد السلك الفرخاش كي كتشوفوا، انا مبيتش نزرب لكم الفيديو باش تفهموا مزيان. تبعوا الفيديو طيل الاخر غتشوفوا النتيجة. مرحلة تبع مرحلة، طريقة سهلة جدا وأشياء الحمد لله بسيطة وموجودة. الفراغ اللي كنخلو باش نخدمو عليه زيرو هاد الخدمة، راه كتبي شوية زيار باش ما ترخاش. ما حدكم كتلو زيرو الخدمة مزيان. مرحلة بمرحلة ان شاء الله غادي تخرجوا من هذا الفيديو حتى تفهموا كل شيء.
غاديين بشويه بشويه، نبقاو ندورو نفس نفس الخدمه. هاد اللون ازرق نطلع الالوان على حسب الذوق، زواقتها هي على حسب الذوق. المهم انا اعطيكم مثال وانتم كملوا من راسكم. نتمنى يعجبكم، وما تنسونيش من الاشتراك ولايك. فضلا وليس امرا، ان شاء الله نتمنى يعجبكم وتجربوا هذه الخدمه، راه سهله. الا ما عندكمش خيط كهربائي
المبهم ديالي وكنعاون به باش ما يطرخش ليا هاد السبيب او خيط. هاني في المرحلة الخامسة، صافي هنايا النهاية ديال الطبق. هاد الراس ديال الخيط كنحيد ليه واحد الطرف باش يجي متقون وما يبانش داك الحاشية ديالو، ما تبانش داك الراس ديالو. صافي هنا وشك على نهايته، كي كتشوفوا كيبان خط واحد، مبقاش شي عيب كيبان في الطبق. ها النهاية ديالو، نتمنى يعجبكم. ما تنسوش الاشتراك باش تدعموني تشجعوني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.